الأستاذة تغريد، أكيد اطلعت على الاشتراطات والأنظمة اللي المفروض يلتزموا فيها هالصوارين، كيف نقدر نسهلها ونتكلم عنها بشكل أوضح؟ لما اطلعت على الأنظمة، خلينا نقول الإهمال في هذه الأنظمة إيش ممكن يسوي؟ الإهمال في يمكن واحد بس من هالأنظمة ممكن يؤدي إلى تحويل الصوالين من مكان تجميل إلى بؤرة لانتقال مسببات المرض، بالتالي انتقال عدوى. طبعا مسببات المرض قد تتراوح من أشياء بسيطة مثل القمل وأمراض الجلدية إلى أمراض تنفسية تنتقل عن طريق الرذاذ مثل الإنفلونزا، الكورونا، الكوفيد 19، وأمراض أخرى تنتقل عن طريق الدم، وهذه الأخطر مثل الهيباتيتس بي أو سي أو مرض نقص المناعة الـ HIV اللي هو الإيدز.